ينضم معنا من اسطنبول الدكتور يحيى الطائي الناطق الرسمي باسم هيئة علماء المسلمين في العراق. دكتور يحيى، مرحبا بك. العملية السياسية تعيش فشلا ذريعا بعد الفساد والخراب الذي خلفته في العراق، ولكن بعد 16 سنة على احتلال العراق، ماذا يعني ذلك؟ بسم الله الرحمن الرحيم. أخي الكريم، يعني منذ الاحتلال، منذ الأيام الأولى، قلنا أنه العملية السياسية بوجود الاحتلال لا يمكن أن تنجم مشروعا وطنيا لهذا البلد، وبالفعل تحقق ذلك عندما كتبوا الدستور، فقد غابت الهوية الوطنية للعراق وظهرت الهويات الفرعية والانتماءات العرقية والطائفية. فبالتالي هكذا مشاريع يعني تلجأ إلى الهوية الفرعية وتترك الهوية الرئيسية لهذا البلد لا يمكن أن تنجم مشروعا وطنيا ينعم فيه العراقيون بالأمن والأمان والاستقرار. والدليل أن ما قلناه في عام 2003 و2004 و2005، الآن هم من الذين هم في العملية السياسية والذين شاركوا فيها والذين هم جزء من المشكلة يتحدثون عن فشل العملية السياسية ويتحدثون عن المأساة التي تحصل من عام 2003 إلى الآن. الخط التنازلي بالمجتمع وبالخدمات وفي كل مرافق الحياة يشهد تدني مشهود، وهذا واضح من خلال كل مخرجات العملية السياسية منذ بدأت إلى اليوم. انطلاقا من حديث الدكتور مثنى الضاري عن العملية السياسية في العراق، يعني أنها تخضع لإيرادات دولية وإيرادات إقليمية، كيف أثر ذلك في إضعاف العراق وفقدانه دوره الإقليمي وحتى فقدانه سيادته أيضا؟ بالتأكيد أخي، لما تغيب مصلحة الوطن وتحضر مصلحة يعني المناخات الإقليمية الأخرى على حساب العراق، فبالتالي هذه النتيجة، القرار يصادر. لماذا؟ لأنه هذه الدول مع شديد الأسف هي التي صممت العملية السياسية بهذه الطريقة، وهي الحامي لها، لأنها تمثل مصالح تلك الدول ولا تمثل مصلحة الشعب العراقي. الذين صمموا العملية السياسية بهذا الإطار، هذا كان هدفهم الأساسي، القضاء على ماضي وحاضر ومستقبل العراق، وجعل العراق هو مرتع وحديقة خلفية لتلك الدول. أمام ارتهان العراق للخارج، يعني ماذا يعني وصف ترامب مثلا للقائمين على العملية السياسية أنهم لصوص؟ هو وصفهم بأنهم لصوص، ماذا يعني ذلك؟ يعني لك أن تتخيل من جاء بهم يعني يطلق عليهم هذا الوصف، وهذا وصف أعتقد يعني قليل بحقهم. اللص ربما أحيانا يسرق للقمة عيش أو يسرق بعذر أو كذا، لكن لا يوجد لص يسرق بيته. هؤلاء أكثر شرا من اللص. اللص يسرق الآخرين، لكن هؤلاء يسرقون بلدهم، يسرقون أموال شعبهم، يسرقون قوت أطفالهم، يسرقون أموال اليتامى وأموال الأرامل وخيرات هذا البلد، وكذلك يخرجونها إلى الخارج. يعني المستفيد هو إيران وغير إيران من هذه الأموال. البعض يرى بأنه يعني يصف القضاء بأنه مسيس والحريات منتهكة وهناك غياب للقانون. كيف يقبل دكتور يحيى يعني أحزاب العملية السياسية أن يصروا على وصف العراق دولة، ولكن أين حقوق المواطن من هذه الدولة؟ أكيد أخي، لأن هم يعني يحافظون على مصالحهم الشخصية والفئوية والحزبية. هم لا يعني يعيرون بالا للمواطن العراقي ولا للعراق كدولة. والقضاء أصبح أداة والسلاح بيد هذه القوى. يعني الآن أحداث كثيرة مرت في الأيام السابقة تدلل على أنه ليس هناك سيطرة للدولة أو سيطرة للحكومة، هناك سيطرة لمراكز قوى من الميليشيات المنفلتة، من الحرس الثوري، من غيرها. فبالتالي أضعف مفصل هو المفصل الحكومي. نعم، وهذا واضح دكتور يحيى. يعني استطلاعات كثيرة واستبيانات عديدة تؤكد أن العراقيين يعني يرفضون النظام الحالي، هم ينبذون هذا النظام بكل مخرجاته.
ولكن دكتور، ما ملامح وطبيعة المشروع البديل الذي يريده العراقيون من وجهة نظرك؟ أخي الكريم، المشروع البديل هو المشروع الذي يكون فيه العراقيون الأساس فيه الانتماء للوطن، الهوية الوطنية الناضجة، النظر للعراقيين بعين واحدة والوقوف منهم بمسافة واحدة، إعطاء الحق والعدل لكل هذه المكونات بغض النظر عن الانتماءات. الآن مع شديد الأسف العراقيين يصنفون على أساس الانتماءات الطائفية وعلى أساس الانتماءات العرقية، فيمنع هذا ويحرم هذا حتى في مسلسل الوظائف، في التعيينات، حتى في خزينة الدولة عندما تأتي إلى الميزانية وتقسم أموال الدولة أيضا تميز، يعني تقسم على أساس طائفي وعلى أساس عرقي، تعطى هذه المحافظة وتمنع هذه المحافظة. يعني لو رجعت إلى الموازنة التي قدمت، الموصل المدينة التي يعني تعتبر مدينة منكوبة وأكثر المناطق تضررا، لم يخصص لها المال الكافي بينما خصص لمحافظات أخرى لم ينال منها أي شيء من الدمار. فإذا المواطن العراقي بدأ يشعر ويحس بأن هذه الحكومة لا تمثل مصلحتي ولا تمثل رغباتي ولا تمثل تطلعات هذا الشعب المنكوب. شكرا لك، شكرا جزيلا دكتور يحيى الطائي، الناطق الرسمي باسم هيئة علماء المسلمين في العراق.